استاذنك كابتن بلال بس نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كل جمهور النادي الاهلي بنبارك اكيد النهارده، لكن ظروف المباراه وكل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. ببارك لك كابتن سيد النهارده، يمكن الظروف نقول بدل لكن النهارده في بعض الامور وفي بعض طبعا ركله الجزاء الاخيره طبعا، لكن بشكل عام شايف الجيم ازاي؟ عندنا لسه شوط كبير جدا وعندنا امل كبير جدا ان شاء الله في مباراه العوده. يعني طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء، كنا نتمنى انها تبقى فرق الاهداف يبقى اكتر من كده، لكن برضو في النهايه يمكن الحظ ما كانش معانا النهارده، فعدد كبير جدا من الفرص في الشوط الاول، يمكن في بيرستاو اللي هو حوالي 2 3 لوحده، وعندك عمرو سليه البنالتي والهيدرز كمان اللي عمله في الشوط الاول، احمد عبد القادر ووليد وطاهر وشريف. لكن هي في النهايه دي الكوره خلاص خلصت، المباراه انتهت، مش هتتعاد منها دقيقه واحده، لكن عندنا 90 دقيقه هناك في المغرب في استاد محمد الخامس. المباراه ان شاء الله الرحمن هتبقى يوم الجمعه اللي جايه الساعه 12 بتوقيت مصر هنا ان شاء الله. المباريات دي كلها بتتاخد بالشخصيه وبطريقه التفكير، هتنزل بشخصيتك وهتنزل بقوه فكرك، هتكسب ان شاء الله الرحمن. يعني خلينا بس نستعد كويس، المباراه دي انتهت 2-1 كسبانين، لحد دلوقتي احنا كسبانين، لكن هناك عندنا 90 دقيقه من النار، عندنا 90 دقيقه جباره هناك، اللي خايف ما يجيش معاك يعني، فهتروح هناك هتلاقي جمهور طبعا يعني 60 70 الف متفرج، وضع طبيعي من اول دقيقه لاخر دقيقه، لكن في النهايه هنشتغل ان شاء الله الرحمن. احنا قلنا لهم كده دلوقتي حالا بعد اللقاء ان شاء الله الرحمن هنكسب هناك باذن الله ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. مطلوب ايه من اللعيبه يا كابتن سيد؟ ولا حاجه، خلاص المباراه انتهت بكل ما فيها، ما حدش هيرجع فرصه ويعيدها من جديد، خلاص انتهت، لكن عندنا الفرصه هناك. احنا لحد دلوقتي لحد لحظتنا اللي احنا فيها ديت احنا كسبانين فرق هدف يعني، فهنروح هناك هنروح بطريقه تفكير معينه باستعداد معين. بكره ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا الريكفري بتاعنا ان شاء الله قبل الفطار، وبعد كده هيبقى عندنا يوم الاثنين راحه، وبعد كده هنسافر الثلاث الصبح باذن الله، هنكون في المغرب الساعه 11 لمباراه مستنيانا واحنا كمان مستنيينها باذن الله، اللي هتبقى يوم الجمعه يوم 22 الساعه 12 بالليل باذن الله. لكن مش هطول عليك يا سيد، لكن النادي الاهلي الوحيد في مصر اللي لا يحاسب على الغيابات، عندنا غيابات كثيره جدا، عندنا ظروف كثيره جدا، ظلم كبير جدا. كريم مش عايز اتطرق للموضوع ده، انا بتعامل بالواقع، اللي غايب غايب واللي موجود موجود، احنا عندنا ثقه في كل الناس اللي موجوده. هنلعب الرجاء في المغرب يوم 22 على بطاقه التاهل ان شاء الله باذن الله هنرجع بيها باذن الله. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن هاخد من كلام كابتن سيد كابتن ايمن طبعا، الاصرار موجود والعزيمه موجوده والرغبه موجوده ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقنا. كابتن سيد قال احنا كسبانين، هي الظروف طبعا يمكن صعبت بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين في بيتسو 8، ورب ان شاء الله القادم يكون افضل ومباراه العوده تكون من نصيب النادي الاهلي.